السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده انا عامله عشان اقول لكم على حاجة ان احنا بنقيس بيها الخرسانة. يعني ايه اقيس الخرسانة وازاي اعرف قيمة الرئة بتاعة الخرسانة؟ انا هوريكم حاجة احنا عاملينها هنا. ده مقاس بجيب سيخ مشرشر زي ما انتم شايفين كده، اخد تحت المقاس. طبعا المفروض ان انا اعملها لحام، تبقى لحام بنطة لحام افضل، وتكون دي معدولة معايا تمام. باخد المقاس ده، طبعا انا ظابطها على 15 سنتي. طبعا دلوقتي انا رايح اقيس دي، هعرف دلوقتي الخرسانه بتاعتي قيمتها مظبوطه ولا لا. ابدا انزل دي كده اهو، وبالتالي اهي اهي كده مظبوطه معايا. بالتالي يبقى كده انا الرئه بتاعتي مظبوطه 15 سنتي بعد ما اديت الخرسانه، يعني بعد ما سويتها من فوق تمام. طبعا لو لقيتها ان هي عامله معايا كده، فبالتالي انا لسه محتاج، وممكن الاقيها غطسه بالتالي الخرسانه زياده. هي ديت الطريقه اللي انا بعرف بيها مقاس الخرسانه. لو في اي حد ليه تعليق او ليه ملحوظه على اللي انا بقوله ممكن يبقى لنا في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو ده انا عامله عشان اقول لكم على حاجه ان احنا بنقيس بيها الخرسانه. يعني ايه اقيس الخرسانه وازاي اعرف قيمه الرئه بتاعه الخرسانه؟ انا هوريكم حاجه احنا عاملينها هنا. ده مقاس بجيب سيخ مشرشر زي ما انتم شايفين كده، اخد تحت المقاس. طبعا المفروض ان انا اعملها لحام، تبقى لحام بنطة لحام افضل، وتكون دي معدوله معايا تمام. باخد المقاس ده، طبعا انا ظابطها على 15 سنتي. طبعا دلوقتي انا رايح اقيس دي، هعرف دلوقتي الخرسانه بتاعتي قيمتها مظبوطه ولا لا. ابدا انزل دي كده اهو، وبالتالي اهي اهي كده مظبوطه معايا. بالتالي يبقى كده انا الرئه بتاعتي مظبوطه 15 سنتي بعد ما اديت الخرسانه، يعني بعد ما سويتها من فوق تمام. طبعا لو لقيتها ان هي عامله معايا كده، فبالتالي انا لسه محتاج، وممكن الاقيها غطسه بالتالي الخرسانه زياده. هي ديت الطريقه اللي انا بعرف بيها مقاس الخرسانه. لو في اي حد ليه تعليق او ليه ملحوظه على اللي انا بقوله ممكن يبقى لنا في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والدال على الخير كفاعله.